اللي تشيك بقى بتاع مش فانسون بتاع الدبس بتاع القطاع هشيك عليه منين؟ من الشيل. ازاي شيك من الشيل؟ اقول له ان الكيو اكشوال عباره عن ايه؟ الفورس على ايه؟ على الاريا. الفورس عندنا اللي هي الشيل كام؟ الشيل طلعناه احنا لسه قايلين عليه كام؟ 200 كام؟ 274 صح؟ 274 ضربته في 1000 ليه؟ عشان احوله لنيوتن. اقسمه على مين؟ اقسمه على مين؟ على الاريا. انهي اريا؟ ادي الهيدن بيم بتاعتي، ادي الحمل الراسي اهو. فين الاريا اللي بيقاوم الشير ده؟ الاريا الموازيه، مش الحمل نازل موازي كده اللي هي عباره عن الكروس سكشن ده اللي هو كام؟ مش الاريا اهي، مش دي الاريا يا جماعه. الشير ده حمل عمودي هنا كده ولا حمل موازي؟ ولا حمل موازي؟ ها؟ موازي. يبقى مين اللي بيقاوم؟ الكروس سكشن دي كام اللي هي عباره عن مين؟ في مين؟ في مين؟ اللي هو كام في كام يا جماعه؟ 27 سم في كام؟ في متر و80. يبقى اسم على كام هنا؟ 1000 وكام؟ 1800 في كام؟ في 200 وكام؟ 250. تعال نحسب الرقم ده يطلع بكام؟ طلعت يا باشمهندسين الرقم ده الاكشوال كام؟ 6 من 10 نيوتن على المليمتر سكوير. الكود المصري بيقول لك في حاله الشير وول، في حاله الهول بلوك، مين اللي بيقاوم الشير؟ الخرسانه. فقال لي الانبول بتاعك يا باشمهندس في الكيو سي يو في كام؟ 16 من 100 جاز الاف سي يو. لما جيت احسب 16 من 100 في جاز الاف سي يو بكام؟ عندنا الاف سي يو قلنا هنشتغل في سيوب كام؟ ب 40 على الجامر بتاع الخرسانه بكام؟ اللي هي الريدكشن، مش الجامر، الريدكشن اللي هو كام؟ 1.5. يطلع الرقم ده بكام؟ تعال نشوف الرقم ده يطلع بكام؟ جيت احسب بقى الالاول يا باشمهندسين طلع الشير كام عندنا؟ علامه 8. يبقى الاكشوال ماله بالنسبه للالاول اقل. يبقى اذا الدبس اللي انا فرضه ده سيف ولا انا سيف؟ سيف سيف كشير وكمومنت. الله اعلم بقى كديفليكشن هيطلع سيف ولا لا؟ الدنيا مفهومه ولا مش مفهومه؟ في مشكله في اللي انا بقوله ده يا جماعه؟ مش منسين في مشكله في التشكشير؟ يبقى انا كده بعدد الدايمنشن بتاع الهيدن بيم تمام. التسليح بقى بتاعه بقى سريعا بقى، اجيب التسليح ازاي؟ احنا قلنا الريس اللي بيساوي ايه؟ الميو في الاريا كونكريت. الميو اللي عباره عن ايه؟ اللي هي الفيو ماكسيموم. الاريا كونكريت بتاعتنا بكام؟ 1800 في كام؟ في 200 وكام؟ و70. تعال نشوف الرقم ده يطلع بكام؟ الرقم معايا كام يا جماعه؟ 6415 ملي متر سكوير. ما تستغربش من الرقم. طيب انا الرقم ده انا عايز اعرف بقى يكافي كام سيخ حديد؟ وليكن انا هسلح حديد فاي كام؟ 16. الاريا بتاع الفاي 16 بكام؟ قلنا الاريا بتساوي كام؟ باي على 4. باي على 4 في كام؟ في فاي كام؟ فاي سكوير. يطلع بكام الاريا ستيل بتاعته بكام؟ ب 201. طيب لا انا دايما الحديد قال خليه فاي 18 عشان فاي 16 ده بيبقى ايه؟ قليل عليه، خليه فاي 18. تعالى نحسب الفاي 18 كده، حد يحسب معايا كده باي على 4 3 علامه 14 من 100، الباي ب 3 علامه 14 من 100 على ال 4 في كام يا جماعه؟ خليكم معايا يا جماعه، في 18 في 18 كام الاريا ستيل بتاع السيخ؟ 254. يبقى كام هنا؟ 254. تعالى ناخد الرقم بقى اللي احنا لسه مطلعينه، 6000 كام؟ 6415 على كام يا جماعه؟ على 200 كام؟ 254. حد يحسب بقى الرقم ده نشوف هيطلع كام سيخ؟ 6000 اهو، 6415 على كام؟ 254. يطلع معايا كام سيخ؟ 25 وشويه. يبقى كام سيخ؟ 26 فاي كام؟ فاي 18. يبقى اقول له انا كام؟ 26 فاي كام يا باشمهندسين؟ فاي 18. نعم؟ يعني ايه علو؟ على المومنت. انا دلوقتي ده المومنت ده فين؟ المومنت ده فين يا خيري؟ ده العلوي. ليه؟ انا شغال على المومنت النيجاتيف اللي فوق دلوقتي، فالحديد التنشن فوق، فالحديد اللي انا مطلعه ده الحديد العلوي اللي فوق هنا، فاضل له الحديد السفلي اللي هو الاير ستيل. ايه؟ لسه هحسب الاير ستيل داش دلوقتي. طب القطاع ده لما اجي اصممه ازاي؟ اتفهم التفاهه اللي هو بعمل ايه؟ بجيب السي واحد واجيب الدي في دقيقه واحده. انما ايه المشكله عندي دايما في انهي قطاع؟ اللي فيه اير ستيل مين؟ اير ستيل داش اللي هو الدبل انفورس. تعالى بقى نشوف الاير ستيل داش تطلع معانا كام؟ احنا قلنا طلعنا 26 فاي كام؟ 18. تعالى نشوف الاير ستيل داش اللي هي بكام؟ ب 4 من 10 في كام يا جماعه؟ في كام 4 من 10 في كام؟ في 6415. يطلع بكام الرقم ده؟ تعالى نجيب الكالكوليتور تاني. 4 من 10 هنقول دلوقتي التسليح بتاعه منين اللي فين دلوقتي؟ 2566 مللي. تعالى نشوف ال 2566 مللي. 2566 تعالى نقسمهم كده على فاي، خليه فاي 16 اصل 2000 رقم كبير، خليها على فاي 16 على 201.
تعال ناخد الرقم ده على 201 يطلع كام سيخ 13 فاي كام فاي كام فاي 16 يبقى 13 فاي 16 ونبقى كل الارقام عامله ازاي تسليح عامل ازاي في الان ام ميم اطنان تتحط في الان ام ميم بس لوحدها ماشي طيب طبعا انت مش محتاج تشيك مينيمم دي يعني ما تاخد 13 سيخ فاي 16 عايز مينيمم مينيمم اللي هتشيك عليه بس نرضي ضميرنا ونشيك على المينيمم 250 شوف الرقم ده يطلع معاك كام ملي هتلاقي الرقم ده كام ملي تعال نشوف نحسبه ده كام يا جماعه 1000 كام 1300 كام 75 انا اصلا كنت محتاج اصلا الحديد كام اقل حاجه 2000 وكام يبقى ده المينيمم ايه مثال معايا معلش بقى اخر حاجه سريعا بقى نصممها الحديد البوزيتيف بقى نصمم الحديد البوزيتيف ازاي القانون اللي ما فيش اسهل منه اللي انت استخدمته وحفظته القانون ده عارفين القانون ده في حاله تصميم المومنت المجرد القانون 13 اللي هو السي في الكاميرا كلها هي متر يا لا دي اللي هو الحديد الكاميرا عايزاه انا عشان كده ما كتبتلكش على المتر دي خالص تعال بقى ناخد الحديد البوستيف كنترول في في حاله تصميم بقى الحديد البوستيف في حاله تصميم الحديد البوستيف هطلع حاجه اسمها الدي الدي بيساوي سي 1 اما قلت متعرف فاكرين القانون ده الدي عندنا بكام؟ 250 كام المومنت عندنا في البوستيف المومنت كان كام في البوستيف دي 270 نعم تعال نشوف المومنت كام المومنت 297 200 كام 297 تقريبا النص عشان كده ما بنقولش ايه دي 270 ولا 50؟ نعم دي 200 وكام؟ 250 ده القطاع كله 270 دي انا قلت منه 2 سم اقسمه على كام؟ على البي بتاعتنا بكام يا جماعه؟ 1000 وكام؟ 1800 كام الاف سي يو؟ كام الاف سي يو ب 50 في 40 تعال نحسب بقى الرقم ده نشوف معانا السي 1 يطلع بكام؟ معانا السي 1 لما طبقنا طلع معانا كام يا جماعه؟ 3 علامه كام؟ 89 اروح على كتاب الدكتور شاكر انا واخد لك برضه سكرين شوت منه اهو الشرطات اللي انت كنت مصمم بيها القمر فاكرينها؟ اهي شرطة. انا اللي طلعناه كام 3 كام 89 تعال نخش على سي 1 3 علامه 89 دي 79 خد اللي بعدها يبقى يطلع الجي بكام ب 8 من 10 فاكرين حاجه مهمه جدا كنا بنقول الجي لحد اعلى من الرقم ده القطاع بتاعك ماله ده سيف بزياده ده انت فرق قطاع ابعاده كبيره جدا يعني لو زاد عن الرقم ده بتعرف ان القطاع ماله انت فرق الابعاد سيف جدا طب لو قل عن المينيمم ده معنى الكلام ده ايه عشان مش اي حاجه تاخدها معنى كده ان القطاع مال سيف يبقى يا اما تزود النفسي يا اما تعمل ايه؟ تخلي دبل الفرصه. مفهومه؟ طيب يبقى انا هنستخدم 8 من 10 جيب 8 من 10 علامه 8 من 10 انزل تحت كده اطبق بقى في المعادله بتاعتي الاخيره 8 من 10 عرفت ليه في المومنت البوستيف بخليه عادي 8 من 10 تعالى بقى نعوض في المعادله دي المومنت عندنا بكام؟ 297 صح؟ عشان اطلع الاير ستيل 200 200 كام؟ 97 في 10 اس 6 على 360 في 8 من 10 في 250 تعال نشوف الرقم ده يطلع معانا كام تعالى كده نجرب لما نقسم على فاي 16 على 201 ملي يدينا كام سيخ 21 سيخ تخيل الرقم 21 سيخ 21 فاي 16 يبقى انا كده طلعت ايه حديد البوزيتيف تاني في حد عنده مشكله في تصميم الادمي اظن انت اتقان هذه البيج دلوقتي الجيل بتعرف تصمم عليها وتشاركها وكل حاجه. طب واللي فوق بقى اللي هو الداش اللي هو التعليق بقى بناخده 2 من 10 في حاله البوستيف بناخده 2 من 10 اللي هو الحديد التعليق اللي هو هنا ده كده ده كده البوستيف الحديد اللي قاله اللي هنا ده 2 من 10 انما في حاله النيجاتيف كام باخده كام؟ 40% اللي هو ليه؟ حديد اللي هو هنعرف دلوقتي من على كام دلوقتي خير ثانيه دلوقتي ماشي يا باشمهندسين حد عنده اي مشكله كده؟